عودة مرة تانية لحلقتنا النهاردة من الأهلي في رمضان. أهلا بكل حضراتكم من جديد. طبعا زي ما قلنا لكم في مقدمة حلقتنا النهاردة، أكيد الجزء الأخير من الحلقة هنسهر مع بعض ومع حضراتكم في سهرة كروية. أكيد بطبيعة الحال احنا منورنا اتنين من نجوم النادي الأهلي في أزمنة سابقة، وطبعا كلامنا معهم لن يخلو من ذكريات رمضان. منورنا النهاردة كابتن صديق الجمال وكابتن أحمد عبد الفتاح، نجوم النادي الأهلي. كل سنة وانتم طيبين وأهلا بيكم ورمضان كريم. وانت طيب يا كابتن كريم، كل سنه وانت طيب. كل سنه طيب يا نهاوند، ورمضان كريم عليكم وعلى الكابتن احمد. طبعا اول مره نطلع مع بعض، اقول له كل سنه وانت طيب. اول مره احنا الاربعه فعلا نطلع مع بعض، بس يعني منورنا. وعايز اقول لحضراتكم بيبقى في ضيوف بيبقوا ليهم كده مكانه والله زايده، وكابتن صديق وكابتن احمد عبد الفتاح من الناس دي حقيقي، هم زي اصدقاء مش بس فكره ضيوف، طبعا نجوم الاهلي والكره المصريه كمان. كل سنه وحضراتكم بخير. وقبل ما نخش بقى ونهني نفسيا عن الاهلي وغيره، اللي لازم هنبدا بدانا وكريم مع حضراتكم، لان حاجه مش حكم بس متوقعه، حاجه كان لابد منها. يعني مباراه لا تقبل القسمة زي ما بيتقال على اثنين، وكانت مهمة جدا أو مهم جدا هذا الفوز. لكن خلينا نسأل كده، رمضان أخباره إيه كده وقرب يخلص والدنيا ماشية إزاي؟ هو واضح إن في هنا نوم لسه كابتن أحمد مصحيش، كابتن أحمد نفى بالنوتيلا كبست على المعدة بآخر نص ساعة. لا والله كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى جماهير النادي الأهلي وعلى مجلس إدارة النادي الأهلي وعلى لعيبة النادي الأهلي والنادي الأهلي. فرحنا طبعا في رمضان بالبطولة الجميلة دي اللي احنا كنا محتاجينها، محتاجين نفرح اهم حاجه طبعا جمهور النادي الاهلي. الحمد لله طبعا البطوله كنا محتاجينها فعلا. رمضان ومع رمضان كمان، يعني من الحاجات القليله قوي انك تاخد بطوله في رمضان دي، حتى لو في تاريخ النادي الاهلي هتلاقي بطوله في رمضان دي جديده شويه. فمبروك، وخلت رمضان ليه طعم مختلف السنه دي باختلافات في طعم رمضان عن زمان. يعني في ناس كتير بتشوف ان كان زمان الاجواء الرمضانيه محسوسه اكتر نسبيا بالمقارنه بدلوقتي، بتحسوا كده برضو ولا مش بالضروره؟ هو الوضع مختلف شويه عن زمان. زمان رمضان ده كان فيه طقوس عند الناس كلها غير الوقت الحالي. ايه اللي اختلف في رايك؟ اختلفت حاجات كتير، الافراد والحياه كعامه، يعني عامه الشعب المصري. رمضان في كل مكان كنت تلاقي فيه بهجة أكتر من كده، والناس كانت بتستناه ويسألوا على بعض ويعزموا بعض كويس جدا. كان فيه عزومات كتير بالزبط. كان فيه ألفة أكتر من كده. دلوقتي الناس يعني الناس ما بتصدق تفطر هي الأسرة لوحديها، عشان مش موضوع التكلفة أو حاجة، لا بتشتري الوضع الحالي، يقول لك إما ككبر دماغي لسه أعزم. أصلا دي ما بتحصلش دلوقتي غير بين كل رمضان ورمضان، إن أب وأم وولادهم يتجمعوا على سفرة واحدة، ده حلم ما بيحصلش غير كل فين وفين. هو السن اختلف، يعني احنا يعني في صغرنا رمضان بيبقى شكل مختلف. كل ما بتكبر رمضان بالنسبة لك بيبقى مختلف عن وانت صغير. لكن في اماكن معينة في مصر بالذات الاماكن الشعبية هي دي اللي تحس بيها في رمضان. يعني خدت بعضك كده ذكرياتنا احنا مثلا في اماكن معينة في حتة الشعبية، لو نزلنا دلوقتي هنلاقي نفس الاجواء. لكن دلوقتي مع انتشار المدن الجديدة والناس مصر بقت كبيرة قوي بالظبط كده، كل الناس اللي فيها يعتبر جايين اغراب عن المنطقة. لكن المنطقة الشعبية او اللي انت اللي اتولدت فيها لو رحت هتلاقي فعلا الاجواء الرمضانية فيها. وانا مثلا فطرت في يوم من السنة دي عند مثلا جامع المعز، مناطق جميلة جدا. الله، ده انا نفسي اروحه لحد دلوقتي ما روحتش. من الاماكن الجميلة جدا. ده هو لا مش في حياتي. رمضان السنة دي. رمضان بصراحة شكل مختلف تماما هناك، لو رحت فعلا هتحس بالاجواء الرمضانية. فالاجواء الرمضانية فعلا بتبان في الحتت اللي زي دي. حلو قوي، وربنا دايما يديمها علينا. وكل سنه الواحد الحاجه اللي هو ما بيعملهاش على مدار السنه كلها يقدر في رمضان ان هو يحققها. كنت لسه بتكلم انا وكريم في صفات كده الواحد بيطلعها ليا افضل ما عنده، كمان افضل صوره عندنا في رمضان. نتمنى ان احنا نكمل بالصوره الحلوه دي حتى بعد رمضان. تحس ان رمضان بس بقى الناس تتحول، يعني ليله العيد الناس معظمها بتتحول، فيعني نتمنى ان احنا نستمر بهذا الشكل. نخش بقى على المهم والملف الابرز، وطبعا فوز النادي الاهلي واستمرار سلسلة البطولات طبعا في تاريخ النادي الأهلي، وحاجة مشرفة. شفتوا ازاي أجواء المباراة؟ قبل ما نخش في تفاصيل كمان الفنيات، هل كنتم قاريين المشهد بهذا الشكل؟ هبدأ مع حضرتك كابتن صديق. هو طبعا المباراة الحدث ده بالذات، وزي ما الكابتن أحمد تفضل، يعني أول مرة بطولة في شهر رمضان. النادي الأهلي كان مستعد لها كويس جدا جدا، لأن عامل حساب ومحترم فريق بيراميدز كويس جدا،
وعارف امكانياتهم وعندهم لعيبه كويسه جدا وعندهم جهاز فني على مستوى عالي. فالنادي الاهلي بيركز في كل بطوله يخش فيها، بس الماتش ده بالذات كان مركز تركيز عالي جدا جدا من بدايه قبل المباراه واثناء المباراه، لان اثناء المباراه كان في سيناريوهات كتير وفي متغيرات اثناء الماتش، منهم لما الاهلي دخل فيه هدف اي حته اي فريق تاني كان ممكن ييأس، وكان فاضل حوالي 18 دقيقه. النادي الاهلي كان عنده دوافع كبيره جدا ان يحقق البطوله الغاليه دي بعد ما حقق كاس السوبر قدام الزمالك، فدي يعتبر تاني بطوله مع نفس المدرب، رغم ان في اكتر مدرب مشارك في الحدث قبل كده كان موسيماني وفايلر على ما اعتقد في الادوار الاولانيه يعني. فمباراه كبيره جدا للنادي الاهلي، وقدر يتفوق على بيراميدز بخبرات لعيبه النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده لعيبه عندها خبرات كبيره جدا جدا بتظهر في المواقف اللي زي كده في المباريات الكبيره. فريق بيخش فيه هدف في وقت قليل جدا، طبعا في حاجه نقف عندها، جماهير النادي الاهلي العظيمه اللي اكبر دافع واكبر يعني باور قوه غير عاديه. لعيبه النادي الاهلي لما يجي فيك الهدف والملعب كله الجماهير المتواجده بتشجع النادي الاهلي والحماس العالي جدا جدا، اللعيبه بتاعه النادي الاهلي تحس ان هي يعني اكن لسه بدايه المباراه مش في اخر ربع ساعه. صحيح. فالحمد لله ان ربنا كرمنا برضو بالنتيجه بالمباراه، وقدرنا نرجع بعد 1-0 الهدف بتاع كهربا، هدف حمدي فتحي. المباراه شهدت تالق بعض اللعيبه، طبعا الفريق لما بيكسب الانجاز بتحسب للفريق كله، بس في ناس بتبقى مميزه اثناء اللقاء. انا بحيي حسين الشحات جدا جدا لانه كان ليه دور بارز في المباراه دي بالذات، راجل عمل اسيست في هدفين، شال هدف من على خط المرمى، وفي واحد تاني عمل انجاز بس برضه كان متداري لان الوقت كان لسه بدري، حمدي فتحي شايل كرة من على خط الجون واحرز هدف الفوز بتاع المباراه. فدي طبعا حاجه لعيبه النادي الاهلي معودين عليها، بيظهروا في الاوقات اللي هي الصعبه دي، وانجاز كبير جدا جدا. وزي ما كابتن احمد تفضل في شهر رمضان بطوله غاليه جدا جدا يعني. اكيد. كابتن احمد شخصيا بقى انت يعني رؤيتك للمباراه دي كانت عامله ازاي وانت قاعد بتتفرج؟ كان حجم الطمانينه اللي جواك قد ايه؟ هل كان في حاجات معينه قلقاك من اللي انت شايفه؟ بص قبل المباراه في شويه مناوشات حصلت، والمنشور اللي نزل من بيراميدز ان على موضوع التحكيم، الحاجات دي كلها ليها تاثير طبعا. سباق النادي الاهلي طبعا مفيش اي تعليق طبعا، وده المفروض، انا ماليش دعوه بالقصه دي، مش انا مش الموضوع مش بتاعي، لكن الموضوع ده معمول ضغط على طاقم التحكيم اللي جاي المباراه. يعني المنشور اللي نزل ده هم عارفين ان اصلا ان مفيش تحكيم جاي من بره، بس هم لازم اضغط على الحكم اللي جاي عشان هما حاطين في دماغهم ان في وجود حكم مصري بيجي من النادي الاهلي، معرفش ازاي يعني. ما مش عارفه يعني مشكله دائمه دي يعني. بالظبط كده، لكن في وجود فار، في وجود تحكيم، انا شايف من المباريات اللي ادها التحكيم المصري على اعلى مستوى، فكل الحاجات دي كانت قبل المباراه كان في ضغوطات. لعيب هم كمان حطوا لعيبه بيراميدز في ضغوط قبل المباراه. المنشور تنزله وتقول خلاص هلغي الاستثمار، كل لعيبه بيراميدز بيفكروا ايه، طب انا الموسم الجاي هيبقى ايه؟ الحاجات دي كلها مع فرقه بيراميدز، فرقه شكلها مع مستر باتشيكو اختلف تماما. كان في الفترات اللي فاتت بيراميدز بيلعب كرة جميلة، كرة هجومية، مع مستر باتشيكو راجل منظم جدا، بيلعب الفرقة كتلة واحدة تحت الكرة، محترم النادي الأهلي، عارف الأماكن اللي في النادي الأهلي مميزة، قافل كل الخطوط. حتى لو اتفرجت تلاقي رمضان صبحي طول المباراة، رمضان اللي هو المهاجم ناحية الشمال وناحية اليمين اسمه أحمد الشيبي، برضه من اللعيبة الجيدة جدا، طول المباراة هو عارف الجناحات النادي الأهلي تشتغل، وهم حتت مهمه جدا في هجوم النادي الاهلي. طبعا طبعا. رمضان طول الماتش واقف ورا عشان يقفل على محمد هاني، والشيبي واقف عشان معلول برده ما يزيدش. فهو الراجل بيشتغل على فرقه النادي الاهلي، وده اللي خلى الشوط الاولاني شوط صعب جدا، مفيش هجمات كتير، مباراه مقفوله. الشوط الثاني بدا برده كان مقفول لغايه ما هم احرزوا هدف من كره ثابته. الحمد لله، وده انا بقول الحمد لله التوفيق هنا، انك انت رجعت المباراه بعد دقيقتين. لو الجون ده اتاخر شويه، التعادل بتاع الكهرباء كان توقعات المباراه تبقى صعبه جدا جدا، ممكن كانت المباراه تنتهي لا قدر الله بالخساره، لكن الحمد لله رجعت بعد دقيقتين. دي رجعت فرقه النادي الاهلي تاني، رجعت الثقه للاعيبه، الدوافع اختلفت، خلاص فكرت في المكسب. لكن المباراه عامه مباراه صعبه جدا جدا، فرقه بيراميدز بيلعبوا بشكل جيد جدا، عندهم مجموعه من اللاعبين مميزين جدا بالذات خط الظهر، معاهم مدرب على اعلى مستوى مستر باتشيكو.
فانت كسبت فرقه محترمه فعلا، وكان وده اللي بيخلي المكسب حلو، مش كسبت مثلا مباراه سهله ثلاثة او أربعة، لا لا كسبت فرقه طبعاً محترمه طبعاً. فخلى المكسب بعد عناء بيخلي بالظبط كده، فالحمد لله كان مكسب مهم جدا محتاجينه. طب انا عايزه ان احنا نتكلم شويه فنيات، وما ننساش ان احنا في رمضان والموضوع برضو ايه عايزين نستغله ان احنا نرجع شويه بالذكريات معاكم. لازم احنا نتكلم عن مباراه وفي رمضان اكيد عدت عليكم برضو فترات لعبتوا في رمضان، في ذكريات للماتشات دي؟ اكيد انا كان لي الشرف يعني ان انا لعبت مباراه الاهلي والزمالك كانت في رمضان. وكانت دي سنه كام بقى؟ كان قبل الفطار. لا لا بعد الفطار. كانت بعد الفطار. بس انت كنت النهار انت فاكر اسالك بالنهار ولا بعد الفطار؟ لا 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 الفتره بتاعتنا كابتن افتكر كل الماتشات قبل الفطار. لا ابو حميد في فترات كانت ساعات قبل الفطار. وبس المباراه دي كانت الاهلي والزمالك بالذات احتفال بقى. لعبت بالليل لكن مباراه مهمه جدا، والاهلي والزمالك اللي بيكسب يعتبر خد الكاس في الفتره دي. الفرقتين كانوا الماتشات تخلص 1-0 2-1 بصعوبه، لان الزمالك كان عنده لعيبه مميزه جدا والنادي الاهلي كان عنده تيم قوي جدا، فالمباراه كانت الاهداف بتبقى قليله عكس الفتره بتاعت مانويل جوزيه كان في ثلاثات واربعات والحاجات دي، لان القوه كانت في الوقت بتاعنا كانت متساويه جدا. تيم الزمالك كان قوي جدا جدا يعني. والماتش ده اللي لعبتوه بعد الفطار كان عامل ازاي؟ الحمد لله كسبنا، بس لعبنا بعد عناء يعني، لعبنا اكسترا تايم، وكابتن طاهر وزيد احرز هدف، والكابتن ربيع ياسين احرز هدف، الزمالك كان يتعادل لجمال عبد الحميد، والكابتن ربيع جاب الجون في الشوط الرابع قبل ما نتحضر لضربات الجزاء. كانت مباراه مهمه جدا وكانت صعبه جدا، بدليل ان احنا خدنا الكاس، كان اللي يكسب من الفرقتين كان يبقى مرشح بقوه ان ياخد كاس مصر. فالحمد لله قدرنا نكسب الزمالك 2-1 وخدنا البطوله. وماتشات كابتن احمد الرمضانيه بقى الفتره بقى بتاعتنا احنا يعني كان في رمضان يعني بيبقى مثلا شهر 7 شهر 8 شهر 6 الفتره دي بيبقى نهايه موسم، كمان الدوري بيتعمل لغايه شهر 5 ويجي مثلا رمضان ده بنتاخد فيه اجازه، وبعدين تبتدي الموسم بعد رمضان الموسم الجديد، فمعظم شهر رمضان ده بيقولوا اجازه والناس مرتاحه في البيت. بس في اوقات كتيره جدا افتكرها واحنا في الناشئين، لا كنا بنلعب قبل الفطار، فدي موضوع صعب جدا طبعا جدا، وشهر 7 و6 و8 ده كارثه جدا. لا الموضوع مختلف تماما غير دلوقتي. دلوقتي يعني انا بقول اللعيبه مندلعه ما تقدرش تلعب قبل الفطار، دي قصه موضوع. في ايه تاني في رايكم بالمقارنه بالجيل الجميل اللي انتوا كنتوا بتقولوا من ابرز نجوم، يعني ايه المستجدات اللي بقى فيها شبه الدلع على حد تعبير حضرتك للعيبه في الجيل؟ الكلام على الكوره اولا الملاعب، الموضوع الملاعب زمان لا الملاعب مختلفه تماما. دلوقتي في ملاعب حلوه جدا، لما تروح تلعب في استاد السويس ملعب على اعلى مستوى، برج العرب على اعلى مستوى، اسكندريه على اعلى مستوى، في حركه تطوير كانت قويه فعلا. في التسعينات ملاعب صعبه جدا جدا جدا، لما تلعب عند في استاد القاهره ده يعني ايه ده الفرح انك تلعب في استاد القاهره النهارده، مع ان ملعب دلوقتي لما بشوف ملعب استاد القاهره دلوقتي وملعب في الفتره اللي ملعب ارضيه الملعب وحش جدا. في ملعب برضه يا كابتن احمد يعني المحله ده على ايامنا كان ملعب اوروبا. بالظبط كده، والنجيله بس كان عندهم ملعب جامد جدا. بس يا كابتن تقارنه بالملعب دلوقتي لا وحش جدا. لا دلوقتي ليه بقى؟ النجيله عاليه جدا. واللي يلعب ماتش هناك يعني بثلاث اربع مباريات تانيين، لان في حمل كبير جدا في النجيله العاليه. صح يا كابتن؟ صح، وفي ضغوطات على الملعب، في مباريات كتير ففي حمل عليه. بعدين في حاجه برضو بذكر ابو حميد، الاول الجيش ما كانش واخد الملاعب دي بالظبط، المنظومه العسكريه كل التقدير والاحترام ليها، عامله اكتر من ملعب الملاعب اللي هي بتاعت الجيش اكيد ما فيهاش غلطه، ومديه طبعا باور ومديه افانتاج للعيبه بتاع الاجيال دي زي ما تفضل الكابتن، ان في امكانيات عاليه. الامكانيات الاول كانت محدوده شويه، دلوقتي في براح وفي ملاعب كتير وفي امكانيات، مش عايزين نقول ماديه لحسن حد يفكر بنقر عليهم، لا ربنا يوفقهم يعني. هو الوضع اختلف يعني، طالما فتحت الملف ده لو هنقارن ارقام زمان عموما، انا مش بس بتكلم يعني بارقام، احنا كنا بنلعب بغير عقود، احنا كنا بناخد مرتبات بس. ده كان السيستم زمان ولا كان استثناءات؟ كل لغايه سنه 90 لحد الاحتراف، الاحتراف سنه بعد سنه 90 كابتن الجور دخل الاحتراف، بدا النادي الاهلي بقى والنادي الزمالك بدا يتكلموا اللعيبه في الاحتراف، يعني هنديك في السنه كذا، لكن طول الفتره اللي قبل دي كلها كل اللعيبه حتى جيل كابتن خطيب موظف في المكان، موظف انت بتاخد مرتب كذا وبتاخد مكافاه مباراه كذا وبتاخد مكافاه بطوله كده، فهتلاقي ان في الاخر يعتبر موظف. لكن الموضوع دلوقتي مختلفه، مش في مصر، مش في النادي الاهلي بس، في مصر كلها.
صحيح. كابتن الجواري فتحها وربنا وقد كانت الاعتراف. تعالوا نروح لزميلنا العزيز طبعا وموجود حاليا في النادي الاهلي فرع الجزيره، زميلنا العزيز محمد توفيق، عشان نتابع معاه تدريبات النادي الاهلي واخر الاخبار والمستجدات. يا توفيق كل سنه وانت طيب، واهلا بيك معانا في الاهلي في رمضان، وسامعينك اتفضل. مساء الخير يا كريم، مساء الخير يا نهوان، تحياتي ليكم وضيوفكم الكرام بالطبع كابتن صديق جمال وكابتن احمد عبد الفتاح وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. ليله رمضانيه جديده والاهلي في رمضان، زي ما انت قلت النادي الاهلي خلاص يعني صفحه الكاس، والحمد لله الف مبروك، ببارك لكم، ببارك لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان حظ بطوله الكاس ال 38. على طول بنقفل الصفحه وبنخش في بطوله جديده، ده قدر النادي الاهلي الدائم، بطوله الدوري والعوده ليها ان شاء الله. مباراه فاركو بعد غدا باذن الله في 9:15 على استاد القاهره، مباراة الجولة ال 25 بإذن الله تكون مباراة قوية والنادي الأهلي يكون موفق فيها، وتحقيق الفوز لتأكيد الصدارة والاقتراب خطوة بعد الثانية بإذن الله من اللقب ال 43 لبطولة الدوري العام. يمكن التدريب ابتدى في العشاء إلا الربع، طبعا سبقوا محاضرة لمدة 45 دقيقة زي ما مستر كولر على طول معودنا، وبقى دايما في محاضرات فيديو قبل المباريات بيعرض فيها أهم اللقطات للفرق اللي هتقابل النادي الأهلي، أهم خطوطه ونقاط القوة والضعف فيها، وكمان تحليل أداء النادي الأهلي في المباراة الأخيرة والكلام مع اللاعبين في أهم وأبرز الحاجات اللي حصلت في المباراة الأخيرة علشان تلافي النقاط السلبية وكمان تعزيز النقاط الإيجابية فيما هو قادم من مباريات. بعد كده على طول التدريب اتنقل لارض ملعب مختار التتش، كان تدريب قوي جدا، كان طبعا امبارح كان اجازه بعد مباراه بيراميدز في نهائي الكاس، ولكن النهارده على طول بقى بنبدا على طول تمرين قوي شارك فيه جميع اللاعبين، عوده طاهر محمد طاهر للتدريبات خلاص بشكل كامل النهارده، ابرز اللقطات في المران كل اللاعبين موجودين باستثناء طبعا رامي ربيعه اللي بيخضع لبرنامج استشفائي وعلاجي تحت اشراف الدكتور احمد ابو عبد رئيس الجهاز الطبي، وكمان احمد عبد القادر اللي بيواصل برنامجه التاهيلي للاصابه اللي اشتكى منها قبل مباراه المحله باذن الله على مباراه فاركو، مع صفره الحكم يكون كل اللاعبين جاهزين وفي حاله بدنيه وفنيه اكثر من رائعه، وان شاء الله يكون التوفيق مع فريق النادي الاهلي. يمكن على طول بكره كمان في نفس التوقيت 9:15 هيكون في المران الاخير استعدادا لمباراه فاركو، ومن بعدها الدخول في معسكر مغلق ليله المباراه في احد الفنادق القريبه من استاد القاهره، وان شاء الله بقى يبقى كل التوفيق وكل دعوات جمهور النادي الاهلي مع الفريق واداء مباراه كبيره ومواصله ان شاء الله التصدر والوصول للنقطه 50 باذن الله. جميل. طيب احنا يعني كالعاده بنسعد دايما في كل مره بتكون موجود معانا فيها، وكل سنه وانت طيب، وبنشكرك على وجودك معانا في حلقتنا النهارده، جزيل الشكر زميلنا العزيز محمد توفيق. اكيد سهرتنا لسه ممتده مع كل حضراتكم، كلامنا لم ينتهي بعد مع ضيوفنا اللي منورينا، كبار يعني لعيبه النادي الاهلي في ازمنه سابقه، كابتن صديق الجمال وكابتن احمد عبد الفتاح اللي منورينا النهارده في الاهلي في رمضان. اسمحوا لنا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل قعدتنا، اتفضل. وفرح كل قلوبنا والله، الله يبارك له. والله اللعيبه كانوا بيلعبوا ناشف قوي الصراحه، لكن عملوا كل ما في مجهودهم ان يفرحوا القلوب المصريين كله. الماتش كان قوي جدا، انا بهني جماهير الاهلي كلهم اللي كانوا موجودين جوه النادي واللي بره النادي، اكيد قاعده كبيره جدا. اللعيبه عملت اللي عليها بصراحه، وكان ماتش قوي من ناحيتين، وربنا كل مجهودهم بالنجاح. على حسين الشحات عمل دور جامد جدا جدا جدا. الشوط الاول كان فيه شويه يعني تحفظ من الفريقين، ولكن الشوط الثاني رجع الاهلي للصوره اللي احنا بنشوفها من الاهلي وشكل الاهلي الحقيقي ورجوله لعيبه الاهلي اللي ظهرت في الوقت اللي هو كان لازم تظهر فيه. كنا واثقين في اللعيبه الحمد لله يعني، وهم عملوا اللي عليهم، واحلى حاجه في الماتش ان الرد بتاع الجون جه في الوقت المناسب، يعني في خلال دقيقتين جون التعادل لما جه رجع الاهلي تاني، واحنا ضغطنا بشكل كويس جدا. دايما الاهلي بيجي في الوقت الزنقه وبيثبت ان هو الاهلي. فرحه عارمه طبعا، بطوله مهمه جدا جايه في وقت قاتل بالنسبه لفريق النادي الاهلي في الوقت ده، وبعد الاخفاقات اللي احنا عاوزين ننساها في الفتره السابقه. وانا كعضو في الاهلي وكمشجع درجه ثالثه بالنسبه لي الاهلي حياه، لما بتاخد البطوله من نادي قوي بيبقى لها رونق تاني، فاكيد فرحه عارمه بالنسبه لنا كاهلاويه وبنحب الاهلي. هو ماتش هايل جدا، وكان من فتره كبيره قوي الاهلي كان محتاج يبقى بالشكل دوت، وان شاء الله تبقى بدايه لخطوه كبيره باذن الله في الدوري الافريقي باذن الله. الخطه اللي كان عاملها كولر، مستر كولر، خطه ناجحه. اللعيبه دي لعيبه ممتازه، وان شاء الله هياخدوا بطوله افريقيا والدوري العام المصري. اللعيبه مش محتاجه رسائل يعني، لانهم عارفين دورهم وعارفين انهم بيشتغلوا بيلعبوا في النادي الاهلي، نادي بطولات،
عليهم ان هم يستمروا في عطائهم وربنا يوفقهم ان شاء الله. كان حلو قوي قوي وبسطونا وفرحونا وكانوا جامدين يعني. ما يشدوا حيلهم عشان نوصل لافريقيا وناخد بطولات كتير. لعبوا حلو قوي يعني ورجاله بصراحه. وعقبال بقى افريقيا ان شاء الله. الماتش كان حلو جدا وكل اللعيبه لعبوا حلو وما ضيعوش وقت خالص. كهربا والجون كان حلو قوي. حسين الشحات وكهربا الصراحه كانوا اكتر اتنين جامدين. كانوا بيقاتلوا عشان يكسبوا وكمان يعني واول شوط كان يعني كانوا مش حلوين فيه قوي وتاني شوط اتحسنوا فيه. اقول لهم اللي هم بذلوا مجهود كبير قوي واحنا بنشكرهم. نفسي السنه دي اللي احنا نكسبها وكهربا يجيب جول. يعني نقدر نقول الحمد لله في رضا كبير جدا من جماهير النادي الاهلي، وكان قبل كمان المباراه في تشجيع وكان في ثقه كبيره جدا كمان من جماهير النادي الاهلي لما نزلنا وسالنا وقلنا تتوقعوا ايه ورايكم ايه، وكان في رسائل كمان تشجيعيه كبيره جدا. واعتقد هي دي الروح اللي احنا دايما بنتمناها وبننتظرها من جماهير النادي الاهلي. وخلينا كده نرجع بقى طبعا لكابتن سيدي وكابتن احمد، وقبل ما نخش في تفاصيل قوي لان عندنا الدوري وعندنا السوبر وهنروح ابو ظبي وهنرجع هنا قصه، بس خلينا نروح لان انا عارفه ان كان وعندنا الرجاء. طب قبل ما نخش بقى في كل ده، لان انا عارفه ان كان قريب قوي في تجميعه كبيره جدا للجيل الجميل بتاع حضراتكم، وفكره ان انتم تستغلوا رمضان ان الجيل ده كله يبقى موجود. زي ما كنا بنقول رمضان في حاجات بتحصل ما بتحصلش للاسف على مدار السنه، دي بقى من الحاجات الحلوه في رمضان. فالتجميعه بقى كانت ازاي وازاي قدرتوا تجمعوا بعض وتتجمعوا؟ بصي احنا كل سنه كده الجيل بتاعنا، احنا معروف جيل 71 في النادي الاهلي، يعني من ساعه احنا بنلعب في النادي الاهلي وعندنا 12 سنه. لما على 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 مرار 10 سنين 13 و14 و15 في ناس بتفضل تكمل لغايه ما توصل للفريق الاول، وفي في المرحله دي ال 10 سنين دي في ناس بتمشي وفي ناس بتخش. من الناس اللي كانت موجوده مثلا احنا قدرنا نجمع المجموعه دي، في عندنا اللواء حسن صبري من اللعيبه اللي كانت موجوده عندنا 12 سنه، وانا قدرنا نجمع المجموعه دي كلها. الاول واحد جابنا في الفرقه دي كابتن محمود السيسي الله يرحمه. انك تجمع بقى حوالي مثلا 40 50 لعيب من في ناس بقى بطلت كوره وراحت في حته ثانيه خالص، جمعنا المجموعه دي. عندنا مهندس ذكر عبد الله عزمنا في يوم كده على الفطار. كل سنه احنا بنعمل الموضوع ده وبنجيب المدربين اللي اشتغلوا معانا خلال الفتره دي. احلى واحلى. لو كلنا مثلا من سن 13 سنه كابتن عبد الصمد جابنا، كابتن سوري اسف كابتن محمود السايس، كابتن عبد الرحيم حسن، كابتن ابراهيم عبد الصمد، كابتن عادل طعيمه، دكتور مفتي الله يرحمه، دكتور ماجد، مش عايز انسى حد. بس اكيد المجموعه دي كلها قعدتها سكر ومليانه. عايز اقول لك بقى اللعيبه اللي كملوا الاول الفريق الاول، انا ووليد صلاح الدين وهادي خشبه واحمد ايوب، احنا الاربعه بس اللي كملنا مع الفريق الاول من النادي الاهلي. في بقى لعيبه ثانيه مثلا كملت في انديه ثانيه زي موفق الباشا مثلا كان في المصري، طارق سليمان حارس مرمى المقاولين وكان مدرب حراسه النادي الاهلي، مش عايز انسى حد مثلا واحد سياسي زي مجدي البطران راجل في السياسه. انت لو بتتكلم في 40 50 ده كان عبد الله راجل سياسي. بص تخيل بقى المجموعه دي كلها، كان يوم جميل جدا طبعاً. من 3 4 ايام كده قضينا يوم جميل جدا في رمضان. في اخر تجميعه جمعتوها اللي هي من 3 4 ايام دي، ايه اكتر حاجه ضحكتوا عليها لما افتكرتوها او فكرتوا بعض بيها؟ بنقعد بقى نفتكر بقى حصل ايه. كان عندنا مثلا موفق الباشا ده من اللعيبه اللي كان دمها خفيف جدا وموقف معاها كتير جدا، ومجدي البطران برده من الناس، ايمن الطحاوي، احمد اسمه بوبوس، كان في مواقف كتير جدا. وانت صغير الموضوع مختلف غير وانت كبير، حتى الـ بيبقى تركيزك غير تركيزك وانت كبير وانت لعيب في النادي الاهلي. وانت صغير بقى الشقاوه والدلع والحركات والمقالب في بعض، بنقعد نفتكر ونفكر المدربين. كابتن عادل فاكر لما طردت مثلا اللعيب الفلاني ده عمل كذا كذا، فاكر يا موفق لما كنا راجعين في الاوتوبيس من ماتش كذا وانت بتعمل رجليك كده فالجزمه بتاعتك طلعت بره في الشارع، فبتقول لك الدكتور مفتي الجزمه طلعت، فكان الدكتور مفتي قال لك اعمل لك ايه، راح قلع الفرده الثانيه ورماها في الشارع. مواقف بقى بنقعد نفتكرها ونقعد نضحك. كان يوم من اجمل الايام طبعا، دي بتتعمل كل سنه، يوم ما بتنسيش بصراحه، دي من الاجواء الرمضانيه اللي عمري ما انساها بصراحه. حلو جدا. وبرده حضرتك كابتن سيدي بتبقى حريص على التجميعه دي ولا ما بتحصلش؟ لا التجميعه بتاعت ابو حميد كانت اللي هو السن اللي قبلينا. لا احنا عارفين حضرتك يعني 71. لا السن بتاعنا احنا كبر شويه. لا لا انا اكبر منه. فالسنه بعديها بقى كده بقى ايه، كان الكابتن شوبير برده بيعمل عزومات على طول في رمضان، واحنا ايام ما كنا موجودين بنلعب
كان الكابتن طارق زيد برضو كان بيعمل عزومات عنده في البيت ويجيب الفرقه كلها والجهاز الفني كانت انت عارف التجمع بيبقى حلو ومناسبه بتبقى كويسه صحيح. جدا جدا وشهر رمضان ده شهر الكرم زي ما بيقولوا يعني بيبقى فيه خير وفيه كل حاجه بس دلوقتي قلت شويه مشاغل الحياه واغلبيه الناس كلها بتبقى مرتاح عندها ارتباطات وعندها حاجات تانية هو الريتم بقى سريع انا ما اعرفش يعني اول ما الاذان بيبدا تحس ما بجد الموضوع ربع ساعه ويبقى السحور في حاجه غريبه مش عارفه الوقت بيبقى اقول لك ازح الوقت قريب قوي قوي الفطار دخل في السحور فما الاول كان في الشهر طول عمره الاول كان في وقت نايم حلو كان في وقت كان في وقت او في بركه في الوقت مش عارفه مش في في الاكل بس والشرب والمعيشه لا كان في كل حاجه صح بس الحمد لله طبعا الوضع اللي احنا فيه الامور تبقى كويسه ورمضان يا رب دايما يعدي على خير ورمضان اللي بعديه الدنيا طول عمرها اللي بتقعدوا تفتكروها مع كل تجميع من دول كابتن صديق مشاكلك بتشارك في المقالب اللي بتعملها بزملائك وحاجات دي بتهيألي حضرتك كنت شخصيه ديسنت انا هادي بس المقالب ما كانتش تبقى في رمضان ممكن مقالب بغير رمضان وتشارك فيها مقالب بس ما تتحكيش على التلفزيون يعني صعبه كمان اكبر من طموحي اكبر من توقعاتنا في حاجات ما ينفعش تتحكي صح كل وقت بقى السن بيبقى معفرد شويه وانت صغير بعد كده بقى فيه هدوء وبقى فيه ما ينفعش بقى اي واحد يبقى ما تكبر تعمل الحاجات بتاعه الايه الولادي بقى الصغيره وكل وقت تذكروا مين من المدربين الفنيين اللي كانوا متفهمين قوي واللي كانوا شداد قوي يعني لو احنا هنقارن هنا وهنا بالجيل طبعا انا الحين. افتكر كابتن انور سلامه كان الناس اللي هم شداد جدا 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 وبس راجل كنتوا تحبوه برده بحب النادي الاهلي جامد جدا من الناس اللي اتعلمنا على قد ايه حب للنادي وكابتن شوقي عبد الشافي اصلا كابتن شوقي بالذات عبد الشافي ليه دور مهم جدا في حياتي انا ان هو كان مسكني في الناشئين وبعدين خدني معاه في الفريق الاول فناس ليهم جمال كتيره جدا علمونا حاجات كتيره جدا علمونا حب النادي علمونا الانتماء فعلا اتربينا في وسط عيله الشده في المدير الفني بطبيعه الحال اكيد مطلوبه حتى ولو على فترات مهم جدا مين من وجهه نظر لعيبه بقى في الفريق واكيد عدى على حضراتكم كل واحد فيكم على حد عدى كتير نماذج مختلفه من المدراء الفنيين مين اللي بيعمل شغل اكتر مع اللعيبه هل الـ 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 القريب منهم اكتر الفرفوش الفكهي ولا الشديد المتجهم معظم الوقت ولا الميكس ما بين الاثنين الشده للمدير الفني تبقى مطلوبه 100% في وقت معين لان نذكر كابتن انور سلامه ربنا يديله الصحه طول العمر طبعا هو صاحب فضل عليا اول حاجه جابني النادي الاهلي وجابني من نادي البلاستيك كنت انا صعب جدا اخش النادي الاهلي في وسط المجموعه دي لانه كانت مجموعه قويه جدا واسماء كبيره ولعيبه رنانه يعني طبعا. فهو كان عنده ثقه في ربنا ثم فيا فجابني في المكان ده اما شفت الكابتن انور رجل فعلا عسكري رجل نظامي في لعيبه لو ما كانش الكابتن انور شديد ما كانش كملوا في الكوره طبعا على راسهم عبد الجليل وعادل عبد الرحمن yeah. لان دول من ولاده فعلا. دول السن اللي هو من اكبر من ابو حميد يعني بالظبط دول لو ما كانش موجود الحته الانضباطيه بتاعت الكابتن انور والشده والقوه عمرهم ما كانوا هيكملوا في الكوره الشده بتاعته والالتزام والصرامه خلاهم لعيبه كبار واحد راح كاس عالم عادل وهاني رمزي برضو كان ليه دور كبير في النادي الاهلي واحترف في المانيا طبعا. 10 سنوات لعيب محترف كل ده بفضل ربنا ثم الكابتن انور الفترة دي لو كان معاهم مدرب غير الكابتن انور وما كانش شديد وقوي كان ممكن ما يكملوش لان الفترة صح دي صح صح فالفترة دي كان لازم يكون في حد بالنوعية دي في نوعيات تانية يعني مثلا مستر فايتسا انا اتمرنت معاه من اعظم المدربين جم في تاريخ مصر طبعا المدرب الالماني جه خد دوري وكاس والافرقسوية من العظماء اللي هم دخلوا طريقة 3-5-2 في مصر وبعد كده كابتن الجوهري لعب بالطريقة دي في كاس العالم راجل في كرة القدم علامة زي ما بيقولوا يعني بروفيسير فالنوعية بتاعته هدوء تام وما بيعصبش التمرين وقت قليل انا بعض المدربين الله يرحمه بقى توفوا يعني يقول لك ايه بيمرن ساعة وربع لا ده ما بيديناش حقنا لا وبيمرن ساعة وربع وساعة ونص الله يرحمه الله يرحمه بقى كويس لا في حاجة مش سالكة اهي لا لازم افتكر بالرحمة يقول لك ايه ده مرن ساعة وربع ساعة وثلث طب ما احنا نتذكر برضو الحاجات قبل كده في اجيال المدرب مش بالساعة خالص
التمرين معمول بالكم يعني ازاي يخلص التمرين وقت ما نخلص والهدوء وقت ما تخلصه بالظبط والهدوء والتعامل اثناء التمرين وبعد المباراه حتى اللي في الفرقه بيبقى مبسوط منه جدا وهذه اللي بره الفرقه احمد عارف لما في مصر اي حد بره 16 كان يطلع بيزعل. يعمل مشكله كبيره ويتعفرز وبتاع ده اللي بره بيكون مبسوط منه وسعيد جدا بابتسامته بالتعامل بتاعه وراقي جدا لان اللعيبه كانت مساعداه وقت الشده اللعيبه بتبقى صغيره محتاجه الشده اللي يبقى فيه انضباطيه يبقى لازم يكون في شده ده شويه زي ما المال خوسيه يعني نقدر نقول الروح شويه اللي هو الشده بس في نفس الوقت بنحب المدير الفني لا جوزيه نوعيه ثانيه جوزيه اول حاجه من المدربين برضو اللي هو ساب بصمه في النادي الاهلي وفي مصر بس هو اتخدم خدمه ما فيش مدرب مر عليه مجموعه زي اللي كانت معاه لعيبه مميزه كان معاه لعيبه مميزه جدا أسماء جدا يعني واسماء رنانه كل واحد فيهم بفرقه طبعا يعني نتكلم على مجموعه لعيبه لما نيجي نتكلم عليهم كل واحد تحطيه كده يقود فرقه لوحده الكلام اللي كابتن سديه بيقوله ده مش اي حد يبقى عنده الروح الحلوه ان هو يطلع يتكلم عن جيل تاني خالص بشكل حاجه بتتكلم بيه ده حضراتكم مميزه جدا احنا بنسلم بعض انا بطلت احمد بطل بعديه جه بعديه وليد بطل جه مش عارف هادي بطل ما الكيان هو اللي موجود هو ايه اللي بيخلي النادي الاهلي النادي الاهلي في المقدمه ما بيقولش ايه ده فلان مشي اعظم لعيب في النادي الاهلي لو ما مشيش على السيستم بتاع النادي الاهلي بيقعد بره لكن بشكل عام يعني انا وانا هنا مش بتكلم على لعيبه النادي الاهلي بالتحديد انا بتكلم في المطلق بعد السنين دي كلها ما عدت بيكم وعدت عليكم كمان سنين بتتابعوا فيها اجيال متعاقبه من اللعيبه في الفرق المصريه المختلفه هل حسيتوا او استشعرتوا ان في اختلاف في كواليتي اللاعب المصري في الفتره الحاليه عن زمان فيما يتعلق بالروح يتعلق بالاحترافيه بالحرفنه بالمهارات يعني حاسين ان في طفره ما حصلت في اللعيبه المصريه؟ اكيد طبعا اكيد الموضوع اختلف عن زمان اتكلم بشكل الاداء نفسه يعني المهاره زمان كانت بتغلب على اللياقه البدنيه زمان كان اوقات مجموعه اللعيبه كل المجموعه اللعيبه تلاقي في الملعب حوالي مثلا ستة او سبعة المهاره عندهم عاليه جدا دلوقتي مش بتكلم بس في النادي حتى في العالم كله لو اتفرجت على كاس العالم زمان تتفرج على منتخب تلاقي 11 لعيب كويسين جدا دلوقتي طبعا. تلاقي في كل فرقه واحد او اثنين وثلاثه مهاري لكن الكوره دلوقتي بقى ليها شكل سيستم معين لياقه بدنيه قوه تنظيم معين طرق لعب مختلفه شكل الموضوع بقى دراسه يعني دلوقتي ما بقتش المهاره فيها لا 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 خالص هي اللي ليها اليد العليا مش بالضروره يعني لا المهاره طبعا اللي اللعيب المهاري طبعا هو اللي بيخلي الموضوع شكل مختلف زي ميسي مثلا مهما يحطه في كل الطرق الدفاعيه لكن المهاره بتغلب كل الطرق الدفاعيه لكن لعيب مش مهاري اي طرق دفاعيه تقدر توقفها لكن ميسي غلب كل التوقعات غلب كل الطرق الدفاعيه اللي بتلعب عليه غلب اي فرقه نازله تقول لك ميسي يعني مثلا فرقه زي منتخب الارجنتين المدير الفني اللي بيلعبه عارف ان ميسي احسن لعيبه ممكن واحد يقف جنب ميسي طول المباراه مش خلوش يلعب لكن لا بيقدر المهاره بتقدر تتغلب على كل الطرق الدفاعيه لكن المهاره دلوقتي فعلا لما تيجي تبص مثلا في الدوري المصري كان زمان من اول تمرينات مثلا اللي انا من عمري 10 تمرينات التسعينات كل فرقه مثلا المحله هتلاقي مثلا 3 4 لعيبه المحله طبعا. المصري لعيبه كبار جدا الاتحاد لعيبه كبار جدا اسماعيل. الزمالك الاسماعيلي تيجي بقى تتفرج على الدوري دلوقتي الموضوع مختلف تماما كل فرقه لما تلاقي لعيب مميز ها؟ حتى بعد الصفقات الصيفيه اللي شفناها الموسم اللي لعيب. قبل اللي فات ده الكتير وبالارقام الكبيره برضو حضرتك مش لامس ان ده تم تحقيقه لا هتلاقي لعيب لا تيم كويس لكن لعيب في طفره ولعيب يلمس جانب. او يلمس مع يعني ناس مثلا تقولي مثلا فرقه مثلا المحله عندها فيها كم لعيب كذا دلوقتي غير زمان طب التغيير اللي استجد ده واللي نتج عنه ان الحسبه اختلفت عن زمان برضو كالعاده اللعيب المهاري بيخطف العين اكيد والمشجعين اللي قاعدين يتفرجوا بالود ودهم يشوفوا كوره حلوه بغض النظر حتى عن النتيجه هو ده بيقول لك عليه صح التاتشات الحلوه بتاعت عينك بتروح على اللعيب الكويس ليه ده برضو مش حاصل كتير دلوقتي بص زي ما اتفضل الكابتن المهاره انقرضت شويه مش زي زمان او قال امثله بالاسماعيلي مثلا الاسماعيلي كان فيه حازم وكان في مثلا حمدي نوح محمد الرومي وعماد سليمان يصنعوا الفارق في اي وقت فهي المهاره اللي بيتكلم عليها دي بتصنع الفارق في كره جماعيه دلوقتي في قوه في سرعه
في الوضع اختلف، بس اللي بيصنع الفرق مين؟ المهاري. زي بقول لك مثلا ميسي، كريستيانو، في وقت معين الاول كنت تقول ايه مثلا كابتن الخطيب هيخلص الماتش ده في الحته دي، كابتن طاهر ابو زيد في الحته دي، وليد صلاح يعمل كذا، علاء ميهوب، في امثله في كل نادي تلاقي فيه المهاره. الجيل ده كان ايوه اتكلمت على ايه ولا ايه؟ ايوه غلبه في كل الفرق، المحله، المشاي، احمد حسن، المصري، مسعد نور، اللي احنا الاتحاد السكندري، الكابتن شحته ربنا يديه طول العمر، كابتن جارم، في انديه الترسانه، كابتن الشاذلي وكابتن مصطفى رياض. ترسانه كان قصه زمان، حدث ولا حرج طبعا، دول اتنين كله والله انا ما بقولك عشان كده بقول لك فعلا لها قيمه كبيره جدا. كابتن صديق من شويه بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا جيت من نادي البلاستيك. اللي هو بقول لك على فكره البلاستيك كان في اسامي معروفين جدا، عندنا اسامي في البلاستيك لعيبه كان بيلعبوا في الدوري الممتاز، الله يرحمه كابتن شفه، معروف جدا كابتن شفه وحمدي علام، وكان في مجموعه لعيبه كوره، وحمامه، وحمامه الكبير وحمامه الصغير اللي هو راح الزمالك، في مجموعه مهارات عليها، طارق حسن، جمال السيد، اسماعيل ضمضم. بس انت لما تروح مكان برضو عندك الامكانيات وتروح مع مجموعه كويسه مع مدرب كويس، المدرب برضو ايه بيشتغل على المجموعه اللي معاه، بس لما يكون معاه ثلاث اربع لعيبه موهوبين يصنعوا له الفرق في اي وقت، ينجحوه الماتش قفل معاك. زي ما قال لك ميسي، ميسي بياخد الكوره خلصك جاب لك كاس عالم، لو مش حته المهاره دي مش موجوده هيبقى زي فرقه، وحتى لو تلعب عليه مان تو مان، تلعب هو برشلونه كان بتلعب عليه 100 مان تو مان، كانت تلاقيه يعدي من تحت يجيب لك جون، جاب بطولات كتير. الملحوظه دي على فكره، وتاني ارجع اقول لحضرتك ده انا مش بس بتكلم على الفرق المصريه المختلفه، مش بس ان دي كاس العالم، حتى على مستوى منتخبات العالم بالزبط. لما تتفرج على اي كاس عالم زمان ثمانينات وتسعينات، ما هو ده كل المنتخبات اقوى من بعض دلوقتي، كان فيها مواهب مهاره عاليه جدا جدا جدا، مواهب. انت شفت منتخب فرنسا، وانت بتتفرج على منتخب فرنسا قوه جسمانيه وقوه بدنيه عاليه جدا، ومباراه كانت مثلا الارجنتين مباراه كانت صعبه جدا جدا، بس بتتكلم فرقه تلعب بمهاره، وكره الكره الامريكا الجنوبيه كره مهاريه، وفرنسا اجسام غير طبيعيه وقوه وقوه دفاعيه وهجوميه، حاجه هي ده، هو ده شكل بقى السيستم الكره الجديد في منتخب فرنسا. بس في الاخر مين اللي كسب؟ المهاره اتغلبت، المهاره اتغلبت على القوه والسرعه، لان المهاره كانت مباراه مش ممكن طبعا، النهائي كان مش ممكن. ميسي. ايه اللي بيحصل ده؟ وصل ايه في الاختلاف؟ ايه المهاره اللي وصلت في الاخر لايه؟ نتوصل المكسب للارجنتين عشان المهاره، لان المهاره دي ما بتصنعش زي الفنان، في فنان موهوب وفي فنان مصنوع، في مطرب تسمعه موهوب او تسمعه كده موهوب، وفي مطرب يقولك يقضي بس الموضوع. انا واحد من الناس ما بقتش فاهم، هل هي ميول شخصيه؟ يعني في حد ممكن بيلاقي نفسه بيميل شويه للحنين للماضي عن غيره، ولا هي فعلا كانت الامور بشكل عام زمان اطعم بكتير مما هي عليه دلوقتي، كوره وغير كوره؟ لا لا طبعا، كل ليه كل ما بنرجع بالزمن لورا بنقول احلى، رقيه اكتر، كواليتي بيقل، كواليتي بيقل، مش في رياضه بس، ما انا بقول لك على كل لا لا كله 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 لسه كنا بنقول على حاجات ثانيه. طبعا بنتكلم على رمضان، فانت اتفاجئت وانا برد. رمضان كنت بتشم ريحته قبلها باسبوعين ثلاثه شهر، طبعا رمضان جاي طبعا، تلاقي الناس بتعلق وبتاع وبتتكلم والاغاني، وهو رمضان ماشي تبقى انت عايز تبكي الاغنيه بتاعت والله لسه بدري. ايوه بس أيوة. انت بتسمع من امتى بقى؟ عبايز محمود او محمد اندي لسه هي نفس الاغنيه. لا دلوقتي انت رمضان جاي او رمضان هيمشي، في ناس ممكن ما بتحسش بيه النهارده، 21 يوم صحيح مظبوط ولا لا؟ عايز اقول لحضرتك يا كابتن صديق، الناس ابتدت تسال بعض، شوف احنا فين لسه يعني 11 يوم او 10 ايام، يقول لك هتقضي العيد فين؟ يعني مش كده، احنا ما كناش كده زمان، بيخلص رمضان عايز يلا نيكست. لا يعني للاسف دي حاجه، انا نفسي نرجع. انا احلى رمضان كان عليا وانا في التسعينيات، وما كنا اطفال، هو والاحلى وقت والعادي. حضرت شريهان ونيلي، امال ايه؟ لا لا اخر الثمانينات على فكره، انا مش صغيره فطوطه. لا لا صغيره فطوطه طبعا. كانت احلى ايام والله طبعا. طيب عشان الوقت بقى ايه نقسمه برضو، عايزين نتكلم عن ماتش مهم جدا، وزي ما كنا بنتكلم في الفاصل السوبر، ويوم 5/5 باذن الله في ابو ظبي بين الاهلي والزمالك، وهذه المباراه المرتقبه اللي من هقول مش بس عشاق الاهلي والزمالك، ناس كلها منتظره هذا الديربي القوي جدا. وخلينا نشوف، مش هقول توقعات قبل ما اقول شويه قراءه حضراتكم للمشهد والمباراه هيبقى عامل ازاي كقراءه، فنيات، لعيبه، غيره. المباراه بتاعت السوبر الحمد لله احنا قابلنا الزمالك وخدنا منه بطوله السوبر هي اللي فاتت. المباراه اللي جايه بتاعت السوبر هتبقى يوم 22 على ما اعتقد،
الاهلي طبعا المباراه دي بيعملها لا هي هتبقى 5-5 5 مايو خمسة مايو الاهلي الحمد لله ماشي في الدوري المصري كويس جدا جدا ومتصدر الترتيب فارق نقاط عن منافسيه وفي استقرار فني في النادي الاهلي في رؤيه كبيره جدا واضحه للمدير الفني كولر كل ما بيقعد فتره كبيره في النادي الاهلي كل ما الامور بتبقى واضحه ليه بالنسبه لامكانيات اللعيبه كلها ومباريات بيعرف يتعامل معها الاول برضه بيلعب في البطوله الافريقيه ما مش عارف يعني ايه وضع البطوله دي ازاي النادي الاهلي موقف ام الفرق اللي بيلعبها في افريقيا غير مدرب بيكون موجود قبل كده عارف النادي الاهلي في المشاركات بتاعته الافريقيه الاستحقاقات اللي هي المحليه الافريقيه بس معاك جهاز فني برضه كابتن صديق بيطلعه على كل معاك كابتن سامي انا معاك بس هو لما بياخد خبره على الارض وبيقعد بيتعايش فتره كبيره جدا مع تيم النادي الاهلي ممكن تفرق طبعا بيبقى خلاص حفظ الفرقه ودرس الفرقه وعارف امكانيات وقدرات كل لعيب في النادي الاهلي فطبعا البطوله الكاس اللي جاي بتاع السوبر ان شاء الله باذن الله الاهلي داخل اكثر جهوزيه وهو زي ما قلت لحضرتك ماشي في الدوري كويس في استقرار عنده طبعا اللعيبه كلها على ظهره بمستوى عالي جدا جدا الحمد لله الحمد لله مفيش اصابات الا طاهر محمد طاهر فمركز في البطوله دي وان شاء الله يحقق البطوله دي عشان تبقى البطوله الثانيه السوبر الثانيه مع الزمالك هي عموما ماتشات الاهلي والزمالك كابتن احمد يعني ينفع الواحد يستنتج اللي هيحصل فيها بناء على المعطيات اللي عنده او الورقه والقلم بيقولوا ايه والارقام بيقولوا ايه ولا دايما لماتشات الاهلي والزمالك خصوصيه شديده من ضمن مفرداتها انت صعب التكهن او التوقع النتيجه هتكون عامله ازاي ولا حتى الاداء هيكون عامل ازاي طب بص المباراه الكبيره بالذات مش الاهلي والزمالك بس الاهلي والزمالك مباراه بطابع خاص يعني شكل المباراه نفسه بيبقى ملهاش دعوه شكل النادي الاهلي ايه او نادي الزمالك ايه في الفتره اللي قبلها صح طبعا لان كل النادي الاهلي او نادي الزمالك فيهم لعيبه كبار في لعيبه فيهم بتعمل الفارق في لعيبه فيهم لما بتكون فايقه بتخلي شكل المباراه مختلف مش عايزين يعني نتخدع في شكل الزمالك الفترات اللي فاتت والاداء اللي هو خسارات وتعادلات لكن مباراه السوبر دي مباراه على بطوله ايوه فهيبقى انا متهيألي النادي الاهلي اخر بطوله البطوله رقم 17 البطوله دي جايه 18 ان شاء الله لما ناخدها تبقى 18 باذن الله يعني متهيألي على فكري يعني كانت 17 الاخيره ان شاء الله فاحنا احنا ليدنج برضو عليهم في بطوله السوبر فالمباراه نفسها مباراه صعبه جدا مع مدير فني لسه جاي كولومبي عنده طموحات عنده عايز يثبت اقدامه بالنسبه لجمهور نادي الزمالك عايز الجمهور يحبه انت عارف مباراه الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي بالنسبه لاي من الجمهورين انا احب المدرب امتى لما بيكسب الزمالك تلاقي المدرب ده بالنسبه للجماهير النادي الاهلي طب. مدرب كبير جدا حتى لو في اخفاقات ثانيه بس في تخوف كبير من جماهير الزمالك لان كانوا بيتحدثوا ان فعلا فكره ان انا اول ماتش قوي كبير مع مدير فني جديد هل هي نقطه لصالحهم ام لا البعض بيقول ان هي نقطه مش لصالحهم تماما وارد هو ممكن يدي مجموعه مثلا لعيبه ما بتلعبش خالص يقتنع مجموعه بالزبط. بتلعب ممكن لسه لعبة. يعني لسه ده هيبان الفتره اللي جايه وعنده متهيألي برضه يعني 5-5 عنده مثلا بتاع داخلين على 20-25 يوم هيلعب مثلا في ماتشين ثلاثه في الدوري هيقدر يشوف بس برضه يعني مستر كولر من ساعه ما جه غير دلوقتي قعد فتره طويله جدا في اخطاء كتيره جدا كانت بتحصل بس ليه؟ لان برضه ما عندوش معايشه مع كل اللعيبه طبعا. ما عندوش معايشه في مواقف كتيره جدا في الملعب ما عندوش معايشه في ماتشات افريقيا فدلوقتي حتى نقول ايه لا ده مستر الكولر في ماتش الهلال عمل التغييرات زي ما قال الكتاب خلاص ايوه ماتش لانه فعلا بقى خلاص احنا كمان واحنا قاعدين احنا عارفين هيعمل في الوقت لو ما عملتش كده احنا كمتفرجين طب. احنا عشان بنتفرج على النادي الاهلي بقى هو تحس ان هو كان سامعنا اصلا خلاص قال لك هو سامعنا بقى مننا يعني معانا بالظبط الحمد لله لعيبه النادي الاهلي دلوقتي كمان المستوى متقارب جدا من اللعيبه يعني انا كمدير فني لما بيكون عندي كواليتي من اللعيبه او سكواد الاساسي زي الاحتياطي دي حاجه حلوه جدا حته المساكين اذا كان عبد المنعم اذا كان ياسر اذا كان ربنا يشفيه رامي ربيعه متولي معلول ناحيه اليمين مثلا لو اتكلمنا محمد هاني او خالد عبد الفتاح عادي جدا دلوقتي نص الملعب اللي عندنا ما شاء الله لو لعبت يعني دلوقتي ديانج اللي هو جاي له عاد احتراف من مبلغ كبير جدا دلوقتي بيقعد ما بيلعبش مثلا خمس دقايق ليه؟ لان جبت صفقه من احلى الصفقات اللي انا مشيت بيها دلوقتي في مجلس اداره النادي الاهلي مروان عطيه من اللعيبه المميزه جدا طبعاً. اللي صحيح. فعلا لعيب
جماهير النادي الاهلي جدا مبسوطه بيه، لعيب هايل. صحيح. اتكلم على حمدي فتحي يبعد ويرجع، ما شاء الله بيرجع من احسن ما يمكن. السولاي بعد الاصابه ما شاء الله. فعندنا الاربع لعيبه بتوع نص الملعب اي حد فيهم بيلعب، فالحمد لله ما عندناش مشكله. قدام كهربا بيلعب، بيلعب محمد شريف، حسين الشحات، طاهر محمد، طاهر احمد عبد القادر، ما شاء الله ما شاء الله. اسكواد على اعلى مستوى. هو الحقيقه الفتره الاخيره احنا شفنا يعني ريمونتادا بمعناها الواسع للنادي الاهلي. يعني لو رجعت بحضراتكم بالزمن شويه لورا لذكرى ما هياش عاطره قوي بطبيعه الحال، ماتش سان داونز، ناس كتير كانت متخيله ان اللي هنشوفه من النادي الاهلي بعد ماتش سان داونز هيبقى فيه شيء من الاهتزاز، هيبقى فيه شيء من عدم الرضا من قبل الجماهير، لكن احنا شفنا العكس الصحيح. احنا شفنا وقفه نتج عنها اللي احنا بنتكلم عن تفاصيله. محترم دي. صحيح. النادي الاهلي لما بيحصل اي هزه في الفرقه او اي مباراه بتسقط منه من حساباته، الحمد لله بيقدر يرجع تاني. ما بياخدش فتره كبيره ان هو عشان يرجع يبقى فيها هزايم تانيه او الفريق مثلا يتبعتر زي ما بيقولوا، لا. ده هو الحمد لله بيقدر يرجع بسرعه زي اللي بيحصل في المباراه، بيجي في جون واخر ربع ساعه بيجيب جون او بيرجع للماتش بسرعه وبيكسب ياخد بطوله. نفس الكلام في المباريات، ماتش سان داونز ده كان ليه ظروف خاصه، مش عايزين بقى نقول اعذار، بس هي طبعا بتبقى مؤثره على الفرقه. بنلعب الساعه 3 والجو كان صعب جدا، ومباراه بره ملعبك وبتحصل ورده قبل كده، انت ممكن تتغلب نفس المباراه زي كده وتطلع تلعب نهائي. فالاهلي بيقدر يرجع تاني، فالرجعه كانت قويه جدا جدا. قدر المدير الفني زي ما قلنا يتاقلم مع الفرقه ويعرف امكانيات كل واحد ويعرف يتعامل في المباراه الصعبه ازاي، من تغييرات، من قراءه المباراه، فالحاجات دي كلها بتفرق. غير اما واحد مثلا بيجي يحصل له هزه يروح واقف مكانه. زي بعض الفرق مش عايزين نذكر يعني، ممكن تغلب ماتش يجر ماتش تاني تالت رابع، هربت منه خلاص بعيد عن المنافسه، ممكن يطلع مثلا في الحصاد ما ياخدش اي بطولات. لا، الحمد لله الاهلي بيقدر يرجع لان عنده امكانيات لعيبه جامده جدا ومدير فني على مستوى عالي. والاستقرار ما تنساش الاستقرار الاداري ليه دور كبير جدا. أكيد. جدا في مسيره النادي الاهلي. أكيد. لو الهزه دي حصلت مع اي فرقه والحته الاداريه حد اتدخل مع اي مدير فني، طلعه بره يا اما خرجه عن الشغل بتاعه. هيبقى مفيش تركيز. صحيح. تفكيره هيتشتت. لا يعرف يحط فيه. هتهزه يبقى فيه اهتزاز. بالظبط. انما طول ما انت مستقر، مين اللي بيولد الاستقرار ده؟ الحمد لله المنظومه الاداريه في النادي الاهلي. كل التقدير والاحترام لمجلس اداره بقياده الكابتن محمود الخطيب، فاشد الظروف وفي كل المحن تلاقيهم موجودين. صحيح. ماتشات بيبقى الناس مش قادره تمشي وتلاقيهم ورا الفرقه. فالحاجات دي كلها اللي بترجع اللعيبه، بترجع الجهاز الفني. فالحمد لله الاهلي قادر وبيرجع في اي وقت، لان بالامكانيات اللي موجوده عنده. حلو جدا. ربنا يسهل وتبقى مباراه قويه وتحسن باذن الله كالعاده يعني لصالحنا. نخش على الدوري بقى شويه. ايه بقى؟ مباراه فاركو. مباراه فاركو انا شايفها مباراه فاركو. البعض بيقول ان هي هتبقى مباراه سهله ومحسومه. انا اكيد واحنا كلنا كاهلي احنا عمرنا ما بنشوف ده يعني. بصي، لازم بتيجي تفكري كده، فكري في مين اللي ماسك فاركو. طار العشر. طار العشر ليه ذكريات كبيره جدا مع النادي الاهلي، في فرق كتيره جدا ماسكها من ايام الحرس الحدود وفرق كتيره، الجيش وسموه. عامل مباراه قويه جدا. كابتن طارق من المدربين اللي بيشتغلوا بسيستم معين. ومنظم جدا جدا. الحته الدفاعيه وبيذاكر كويس قوي. الحته الدفاعيه عنده، انت فاكره في وقت من الاوقات مستر جوزيه كان بيشيد بيه وكان قال لك ده خلفت يعني في الملاعب، لانه فعلا في وقت من الاوقات كابتن طارق العشري مع حرس الحدود خد بطولتين كاس مصر من النادي الاهلي. يعني من الناس المصنفه واخدين بطولات في مصر. يعني كابتن طارق شكل اللعب، اي فرقه بيشتغل بيها السيستم بتاعه بيغلب على اداء اي فرقه يعني. صح. حتى ممكن شخصيه المدرب ساعات اللعيبه بتبقى اقوى منه يعني. شخصيه اللاعب بتبقى اقوى منه في ادائه في اللعب يعني. انا ادائي لا متغلب على شخصيه المدرب، حاول يقنعني ان انا العب بشكل معين، لكن انا لا كلاعب شخصيتي اقوى. لكن كابتن طارق بيفرض اسلوبه على اي تيم بيمسكه، فبيلعب بشكل معين، بيعمل دفاع منطقه صعب جدا، بيلعب على المرتده كويس جدا، بيشتغل الكور الطويله. فمباراه بالنسبه له، مباراه مع النادي الاهلي، مباراه بتبقى صعبه جدا 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 جدا. هو دايما من قديم الازل، وطبعا قبل ما اقول اللي انا بصدد ان انا اقوله، لازم نقول ان اكيد كل التقدير والاحترام لكل الفرق. اكيد انا هنا بتكلم بشكل عام، بس حتى لو في فريق بعافيه حبتين
يعني الفريق بس نفسه بيجي قدام النادي الاهلي يعني فاهم ازاي بيتألق يجي عند الاهلي وتلاقيه يتعامل انا هقول المقوله اللي دي سمه دايما قديم الازل الحكايه دي ما دي في مقوله انا قلتها هنا قبل كده عمري ما هنساها وحافظينها واحنا صغرنا قال لنا الله يرحمه كابتن طارق سليم اللي هي مقوله قالها لنا كابتن طارق سليم لما كنا نروح نلعب اي فرقه يقول لك يا جماعه خلي بالكم مثلا الفرقه عندها مشاكل وخسرانه من الدنيا كلها وجات لعبنا قال لك يا جماعه احنا عارفين ان اللعيبه اللي جايه تلعب النادي الاهلي الفرق اللي زعلان من امه بيصالحها يروح يبص اللي مطلق مراته بيصالحها اللي مطلق مراته كمان اللي مزعل اخوه عشان يروح يسعد النادي الاهلي ايوه الرئيس اللي رئيس النادي اللي مزعل اللعيبه وخصم منهم بيجيب لهم الفلوس كل المشاكل بتتحل قبل ما اروح العب النادي الاهلي عشان انا راح العب البطل عايز اعمل قد مبركوس فالمقوله دي عمري ما انساها فبسمع اي مشاكل لا ده راح العب النادي الاهلي فانا عارف القصه دي احمد فكرني بحاجه بعد اذنك اتفضل يا كابتن فكرني بحاجه مهمه جدا اتفضل لما كنا بنلعب النادي الاهلي واحنا وانا بلعب في بلاستيك تلاقي واحد جاي مثلا بيزك واحد جاي يستاذن من الكابتن قبل الماتش قبل الماتش بص محمد عمار الله يرحمه مدرب كبير جدا كبير يعني. جدا طبعا الله يرحمه كان ماسك السكه الحديد والبلاستيك الله طبعا الله طبعا طبعا الله يرحمه واحد جاي عامل كده واحد جاي بيزك دول نازلين من عينيها مركزه على الماتش قبل الماتش ما تيجي قبل ماتش الاهلي هو ده اللي بقول لك عليه كان زمان في حاجه اسمها التراي ماتش على ايامنا بقى مش على ايامكم التراي ماتش ده اللي هو قبل المباراه بيومين كان يبقى الماتش الجمعه ده الاربعاء تلاقي كله جاي زي ما قال احمد اللي بقى بيصالح واللي عايز يتجوز واللي عايز ورجليه ولاده رجليه مجبوسه فكها والله العب كان عندنا كابتن شفه كان جاي عنده مشاكل وكان طالب فلوس من النادي وبتاع قبل ماتش الاهلي كان اول واحد في التمرين فكله عايز ليه الحدث مهم جدا طبعا زي ما يعني بص بنتكلم الكابتن طارق العاشي جاي يلعب النادي الاهلي فجاي بيحط الثقل كله مش عايز يتغلب اكيد فهيقفل وهيخنق الدنيا كلها على النادي الاهلي طبعا احنا بنطلب التوفيق للنادي الاهلي باذن الله باذن الله ان ناخد 3 بونت عشان نعزز المشوار ونبقى ماشيين بس بس الستايل الدفاعي او باللعب الدفاعي اللي هيبقى مستميت احنا بقى هنركز اكتر على الهجمات المرتده ولا هنعمل ايه برضو لا بيبقى في كل حاجه ليها حلول لما حد بيجي يتكتل اول حاجه الحته اللي في القلب يعني مثلا اغلبيه الفرق بتيجي لعبنا الاهلي ممكن يلعب 3 محور مثلا في نص الملعب قدام الاثنين مثلا السردباكين الاطراف الباك ليفت والباك رايت بتلاقي حاطط اتنين قدامهم بيخنق زي بيراميدز وانت فاكره بيراميدز نزل كان بيلعب مفتوح كان نازلين زي ما اتفضل كابتن كان نازلين يقفل على كل خلقوا لنا اللعب فطبعا لما يجي يعمل كده الحلول بقى ايه ان احنا نلعب على الاطراف نلعب اول حاجه بقى في خلق مساحه في سرعه في التمرير حلول فرديه بقى اللي هي الحاجه السريعه عشان تقدر تضرب الفرقه اللي قدامك ما ينفعش تمسك الكوره بقى وتفضل تفكر هلعب لمين ولا لمين بيكون الدنيا اتقفلت لا صحيح. التمرير السريع تحركات بدون كره وبالكره اللعب على الاطراف الكورسات الحاجات اللي هي الفرق الناس اللي قدام تتحرك عشان يبقى في خلخله يبقى في ثغره على الفرقه الثانيه غير كده مش هتعرف تخترق حتى التسديد عشان يجي لك فرصه وتسدد لازم تتهيأ كره لحد من نص الملعب يكون الاثنين اللي في النص فاتحين شويه اللي هم اللي طبعا. بيلعبوا قدامنا حد ياخدهم من اللعيبه بتاعتنا الاطراف ياخدهم على الطرف تحس ان في فجوه في الفرق اللي قدامك انما لو قفله هتبقى مشكله بس بقى بتعتمد على الكور الثابته حاجات عرضيه كرانين مثلا الحاجات دي كلها بتلغي اي تكتلات لو عندك الهيدرز شريف او كهربا الحسبه مكعبله ومعقده او تحس ان في شطرنجي بتلعب بين الاثنين مدراء فنيين اكيد واللعيبه بطبيعه الحال يعني في فكر جامد بيحصل اكيد طبعا في شغل وسيناريوهات كل واحد بيحط سيناريو هيشتغل اول 30 دقيقه بشكل مختلف في شكل هلعب مثلا النادي الاهلي النادي الاهلي مع مستر كولر بيلعب 90 دقيقه بشكل هو يعني من الناس التملي المدير الفني السويسري يعني الفكر السويسري الشكل ده بيشتغل هجوم مندفع من المباراه الاخيره ما بيفرقش هو بيلعب مين حتى ما كان بيلعب ريال مدريد مش مشكله الاسم مين انا النادي الاهلي بيلعب بشكل هجومي مندفع جدا انا بعيب على دي في بعض الاوقات يعني مثلا واحنا بنلعب مثلا الهلال السوداني هجوم 90 دقيقه بنهاجم والدنيا بس جوايا قلق في المرتدات من المرتدات جوايا قلق ان النادي ان هم يجيبوا جون وجات لهم كذا فرصه لعيبه النادي الاهلي بتلعب في اتجاه واحد بس ايه هو اتجاه الهجوم هكسب من اول دقيقه ل 90 دقيقه لكن ده دي مشكله لكن ده في مباراه مثلا معينه ممكن تكون مش موفق ان الفرقه اللي قدامك موفقه في هجمه مرتده زي ما حصل مثلا المباراه اللي فاتت يقدر يجيب جون ممكن يعقد المباراه فانا اللي بطلبه او بتمناه في ظل ان انا بهاجم كده لا لازم بعد الحذر شويه يعني معنى بدل ما انا بهاجم الباكين على الطرف محمد هاني ومعلول لا واحد بس اللي بيهاجم والتاني بيثبت والتاني ده احنا متعلمين كده لا النادي الاهلي عندهم اندفاع تلاقي هاني ومعلول رايح
ونص الملعب طالع ومروان بس اللي واقف وسط المدافعين. في ساعات بنحس بقلق ان النادي الاهلي ممكن يجي فيه جون دلوقتي مع انك انت اللي بتهاجم، لكن بحس كده في وقت من الاوقات ان احنا في 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 هجوم زياده قوي، مفيش حذر، بيفرط الحته اللي مفيش مفيش حذر. فانا ده القلق بالذات في اللعب مع كابتن طارق العشري. طارق العشري بيستغل الهجمات المرتده كويس قوي، اتمنى ان احنا نخلي بالنا في النقطه دي كويس. الحته دي زي ما حصل في سان داونز عندنا هنا في مصر برضو، اندفعنا عشان عايزين نكسب ونجيب اجوان، عايزين نحسم من الدقايق عشان الماتش التاني. في حاجه غريبه حصلت، هقولها. الجون الثاني زي ما اتفضل، الجون الثاني في مرتد اللي هو جلايب التول ده، عايز ارجع لك بس نقطه مهمه جدا في انت كسبان 2-1. هو ساعتها عمل في اربع مهاجمين في الملعب، كسبان 2-1، فكان المفروض عندنا تغيير. كلنا واحنا قاعدين بنتفرج يا جماعه عايزين حمدي فتحي دلوقتي، حمدي فتحي دلوقتي، وعمالين نقول كده ليه؟ لان خلاص الملعب انت كسبان خلاص، قفل بقى، طلع واحد من المهاجمين دول ها، وقفل نص الملعب، زود نص الملعب، هتعمل تكتل وخلاص والماتش يخرج على كده. لا، فضل مكمل لغايه ال 90 دقيقه، لغايه مهاجمه كده جت علينا للاسف. صحيح، هي دي كده جت. صح. طب احنا هنروح فاصل سريع ولسه هنرجع عشان مكملين مع حضراتكم. لسه الوقت، لسه ربع ساعه كامله. نروح فاصل سريع ونرجع نكمل. عودة من جديد لحلقتنا النهاردة من الأهلي برمضان. أهلا بكل حضراتكم مرة تانية. لسه منورنا الكباتن الكبار كابتن صديق الجمال وكابتن أحمد عبد الفتاح، نجوم النادي الأهلي السابقين اللي منورنا ومشرفنا النهاردة في الأهلي برمضان. وهناخدهم دلوقتي مع كل حضراتكم لذكريات حلوة والأيام حلوة من خلال صور حلوة. نسمع بقى يعني تعليقهم هم شخصيا. نبتدي مع كابتن صديق، إيه رأيك؟ يلا بينا. يلا. بقى في صور كده احنا مجهزينها، وانتوا بقى اللي تعلقوا لنا بالنوستالجيا والذكريات الحلوه. الاهلي دوري 89. طب شايف الشنب؟ الشنب انت وعبد الجليل. الله، دي كانت كان الشعر حاضر يا كابتن صديق. والشنب دي كانت نهائي الدوري. هو انت فين يا كابتن صديق؟ انا هو جنب عبد الجليل تحت اهو. تحت يا نهار ابيض. ده الشنب حاضر. شنب صلاح ذو فكار. شنب حاضر. شنب صلاح ذو فكار. كابتن طارق زيد. خلي بالك شنب المرحله ده. طب. لا بقول لك على حاجه، الوقت ده كان الشنب ليه وزن. ايوه فعلا. والله دلوقتي الناس بتكفر دماغها وتحلقه كده. ده نهائي الدوري يا نهاوند، نهائي الدوري العام، كنا بنلعب الزمالك والحمد لله كسبنا 1-0 بهدف علاء ميهوب. عملنا مباراه كبيره جدا. طبعا تحيه كان موسم 88-89. وايه معانا تاني صور يا جماعه؟ ايوه ديت اللهم صل على دي ماتش الكاس بتاع بالليل 88-89. التاني كان فيه كابتن ثابت، ده فيه كابتن شوبير اللي احنا كنا متعدين 1-1، وكابتن ربيع جاب جون في اخر المباراه، وكابتن طاهر جاب جون من ضربه حره مباشره من حوالي 35 يارد. اوه، دي كان بيعتبر كسبنا الماتش ده، خدنا بيه الكاس. جميل. الله عليك. ودي كان ماتش المولين. انت فاكر ازاي؟ كنت قاعد اي صوره ليها لا انا مش قادره اجمع ان نفس البني ادم نفس الشخص نفس اللاعب. سبحان الله. دي برضو دي المولين اللي بتاع الصوره اللي فاتت كسبناهم في استاد القاهره. طب كل الذكريات اللي معانا احنا فزنا الحمد لله. الحمد لله. لعبت اربع ماتشات اهلي وزمالك ما خسرناش ولا مباراه الحمد لله. الله حلو ده. جميل. فبتوفيق ربنا يعني. دي كان مع المنتخب العسكري وكان في استاد القاهره. ثابت الله يرحمه. الله يرحمه كابتن ثابت برضه. انا الاولاني بقى ده انا هون. لا خلاص بقى انا بقيت عارفه بقى خلاص. مفيش غروب شنب. اتعرفت عليه. كابتن ثابت. لا كابتن ثابت شنب. كابتن ثابت كان كابتن. الله يرحمك كابتن ثابت. شنب بقى في الفتره دي. بس عايز اقول لك على حاجه كابتن صديق، في لعيبه شكلهم هو يعني كابتن شوبير هو كابتن ثابت البطل ما اعتقدش اتغير كتير، بس حضرتك بني ادم تاني. ده طبعا ده حاجه كويسه جدا يعني. هو صغير. كل وقت هو احلويت مش هنقول لا. ده انا خلاص بقى عجزت مش هنختلف يعني. الوقت الشنب ده كان واخد الوقت ده صح في البلد. مش مفتقد يا كابتن صديق. ها؟ ما وحشك؟ لا هو ريحني. ما دلوقتي كله ما بيربيش شنب ليه؟ لسه تقوم لا خلاص بص عامل ازاي؟ لا بقى بس كان ظابط الدنيا. لا بس كان يخض المنافسين ده برضه. ليه هيبه ده؟ ليه هيبه اقسم بالله؟ الباك اللي كان بيلعب عليه كان بيخاف. بصوا يا جماعه الجمهور ما شاء الله. بس بص الملعب الجمهور دي ماتش المره. هو الملعب زي ما كابتن احمد كان بيتكلم باين. دي كسبنا 2-1 برضه. ده بقول كده استاد القاهره. بص بص الارض. بص الملعب عامل ازاي؟ بص الملعب عامل ازاي؟ المباراه بص ارضيه الملعب عامله ازاي. بص ارضيه الملعب بمناسبه كلامك عن ارضيه الملعب عين الواحد راحت اوتوماتيك ليها. بس المنصوره كان فريق جامد جدا. دي بقى من احلى الصور عندي. ده مستر فايتسا نزلني بعد المباراه وسلم عليا على الخط. ربنا يديك الصحه. الالمان دول طبعا بيسلم من بعيد لان الماتش ده لعبت فيه ثلاث مراكز حاجه يعني. انا مش عارف ازاي بقى والله. والماتش شغال يعني
كابتن صلاح حسني ربنا يديله الصحه برضه. ربنا يديله الصحه. كان مدير الكوره ساعتها. كان مدير الكوره مع كابتن طارق سليم. انا عارف طبعا. صوره جميله مستر فايتس ده الاب الروح يعني. واضح ان ليه ذكريات كتيره بعد كابتن نور سلامه طبعا. طبعا. طيب وكابتن احمد برضه معانا صور بقى. يا خبر مفيش شنب اهو خالص. فيليكس هو كان عاكس بقى كان عاكس. لا بس انا عايز تركزوا. بص بص الملاعب يتعرف ان هو باي ذا واي. بس مفيش شنب ها. بص الملاعب الملاعب ده. بص الجيل ده الجيل بتاعنا. انا ووليد واحمد ايوب. واحمد ايوب كان ناقصنا الرابع هادي خشب. ده نجم سينما. كنا في مرسى مطروح. كنا في مرسى مطروح يا يا الدوري العام ودي البطوله العربيه 95. ده كابتن بيضا. خدت دوري وكاس مع بعض. انا دخلت الدوري وكاس. ده نفس الشكل بقى سبحان الله. كابتن رضا ما اتغيرش. كان عامل شعره ما اتغيرش خالص. ده مستر هولمان هادي خشب اللي وراه وانا وياسر ريان يعني. برضه كابتن هادي خشب نفس الشكل. كنا متبهدلين في الملعب خالص وفي مطر وكده. وبص كان حتى كمان تحس ان احنا برضه من الناس اللي ما فيش اتنين يختلفوا على محبتهم كابتن ياسر ريان. اكيد طبعا اكيد. دي الفرقه بقى كابتن شوير وعمرو الحديدي وفيليكس ونجوم كبار طبعا. انا اللي قاعد جنب ابو الدهب تحت. أيوة بيني أيوة. انا وياسر ريان بينهم. اسامه العربي صح. وولي صلاح الدين على اليمين. ايوه محمد يوسف الواقف. محمد يوسف ودي برضه حتى فيهم. في احمد سامي كمان مدرب سموحه دلوقتي. فيها جمال السيد. وجمال السيد فوق اهو. كابتن ابراهيم حسن. ايه اللي بيجي في بالكم لما بتشوفوا نفسكم بقى في الوقت ده؟ بتفتكروا ايه اكتر حاجه؟ بص الصوره دي كابتن شبوري كنت كاس مصر ده. حلوة قوي. كاس مصر 93 كنا خدناه من المحله. لا من المحله. بص انا عايز اقول كابتن شوري يلا بقى عشان عايز اخد الكاس هو كابتن فرقه برضو. انت ايه يا عم يلا خلاص كرحنا كفايه نزل الكاس. يلا بقى هات الكاس بقى خلي الميداليه معاك. حضرتك يا كابتن شوري بتوحشكوا الايام دي ها؟ الله يرحمه كابتن عبد اليمين. احلى ايام احلى وقت اللعب. دايما بتكلم مع لعيبه كوره اجيال مختلفه يقولوا لي احنا مهما عدت السنين الكوره بتوحشنا اللعب. أنا عايز اتكلم هنا على كابتن عماد اليماني. من الناس اتفضل طبعا. الله يرحمهم يعني. من الناس اللي كل لعيبه النادي الاهلي عارفين مين عماد اليماني. اللي على اليمين ده انا هو. دلوقتي كان مدير اداري النادي الاهلي. من الناس بقى اللي عشق النادي الاهلي الله يرحمه. حاجه يعني من مهما اتكلمت عنه الله يرحمه يعني. من الناس اللي الواحد عمره ما ينساه. هو مات تقريبا كام سنه؟ ما كانش كبير. لا كبير. لا مات كبير. كام تقريبا؟ مات مثلا حاجه 70 سنه مثلا. بس هو كان تعب. هو شكله ما كانش كبير. قعد فتره كبيره تعبان. كان في شغال في الاهرام مع الكابتن حسن حمدي الله يمسيه بخير. بس جيل ما شاء الله لعيبه كبار. طبعا طبعا. احمد سيبر. هبص وليد صلاح الدين كان خاسس ازاي. اول واحد على اليمين فوق هاني العقبي. احمد سامي جمال السيد مصطفى كمال حديدي احمد ايوب كابتن ابراهيم حسن كابتن اسامه عرابي طبعا. عرفت منين ابراهيم حسن؟ اهو اول واحد على اليمين. لا معروف. لا لا ازاي. لا ازاي. غير حسام. غير حسام. ما انا بقولش عرفت. لا لا على طول سهله جدا. الحلو بقى ان جيل 2006 الناشئين اللي كانوا بيلعبوا في بطوله زاد في ابراهيم وحسام وتوأم. ايوه برضو عملت معاهم لقاءات برضو. حاجه مسمين على كده. هم مسمينهم على كده. ولا سبحان الله اخذوا نفس او يعني يكون ليهم طبعا نفس المستقبل يعني. بس حاجه حلوه ان اخذ البطوله مع كابتن سيد غريب. ده اول يوم دخل فيه رضا عبد العالي النادي الاهلي. اول يوم. اوكي. بعد القصه الكبيره بقى اللي هي رضا عبعال والقصه الكبيره انه جه النادي الاهلي كان اول يوم داخل هو حتى لابس لبس لسه ما نزلش التمرين وحتى كمان كان مقلبز لسه بقى له فتره قاعد ولسه ما بداش فتره الاعداد. اول يوم نزل رضا عبعال في النادي الاهلي. رضا عبعال من اللعيبه الكبار جدا جدا في الملعب. من الناس المهاريه غير طبيعيه. عشان كده رضا عبعال لما بيجي ينتقد ما تستغرب. بص هي الصوره اللي كنت بتكلم عليها التجمع اللي كنت بقول عليها حلو قوي دي. اللعيبه هي بقى اليوم الجميل اللي قضيناه. هادي خشبه اللي في لابس الوش اخضر على طول. لابس ارض اخضر من تحت. لابس اخضر فوق مش انا كابتن عادل. حد يختلف على كابتن عادل طبعا. كابتن ابراهيم عبد الصمد جنبه والمجموعه بقى ما شاء الله يعني نجوم بقى في حياتهم دلوقتي كل واحد في مجال. ده اليوم الرمضاني الجميل اللي كان عامله مهندس تجميع جميل. اكيد تجميع جميل. تامر حفني الفرقه الاكبر مني لكن دول بقى كابتن ياسر رجب كابتن شريف بيومي تامر الراعي موفق الباشا احمد سمير طاهر فنجل هادي ووليد احمد ايوب. احمد ايوب ساعتها بقى مدير فني الحرس الحدود كان عنده ماتش في الدوري وخسر ساعتها. كنا متابعين عنا ايوب هيعمل ايه خسر. معلش بالتوفيق ايوب في الماتشات اللي جايه. كابتن طارق سليمان مثلا مدرب حراس المقاولين مع كابتن شوقي غريب
فجيل انك تجمع المجموعه دي بقى كلها حاجه جميله طبعا. كان يوم جميل جدا بصراحه. ربنا يديهم الصحه وربنا يدي كابتن عادل طعيم الصحه طبعا. راجل جميل بصراحه. هم توأمهم. ايوه كان دوري عام وبطوله عربيه. طب انا اقول لك اقول لي سهله جدا. حسام اللي على الشمال. لا اللي ماسك الدوري. شمالك انت. شمالك انت. شمال انا. ايوه صح صح. عيب بقى الاهلي يا بيه. ايوه صح كده. بس السن ده اتعرفوا انما قبل كده صعب كان حد يعرفه. كان صعب تعرفه. عايز اقول لك من اكتر اثنين في الدنيا يعشقوا النادي الاهلي. انا بقى وانا في استاد القاهره بس كان الملعب كان حلو. سبحان الله يعني مصير. كابتن احمد نفس الشكل بس بقى ايه على اوسم شويتين. ملاحظ لما بيكبر الواحد لما بيكبر بيحلو شويه برضه. كابتن شوبير مصاب بياخد الكاس. سيبوني شويه كابتن شوبير. يعني بجد الوقت بيجري وذكريات جميله. مؤمنة. دي بقى ده ليه قصه بقى انا هحكي لكم عليها بقى. لا احكي لنا بقى. ده مؤمن اول سنه ده كان عنده ساعتها 21 سنه مشي من النادي الاهلي ده بتيشيرت الانتاج الحربي. انا كنت ساعتها مدرب الانتاج الحربي الفريق الاول مع كابتن طارق يحيى وطارق مصطفى. فقلت لكابتن طارق في ولد في النادي الاهلي اسمه مؤمن زكريا من اللعيبه المميزه جدا. قال لي هروح اتفرج عليه كان اخر ماتش في الناشئين وقالوا النادي الاهلي مش هيسجله. كابتن طارق اتفرج عليه وفعلا قال لي انا هجيبه لعيب كويس. وفعلا مؤمن بدا ينزل يتمرن معانا فتره الاعداد يا كابتن صديق. وجينا قبل طالعين معسكر لقيت كابتن طارق قال لي لا ده بيتدلع انا همشيه. قلت له كابتن طارق ده لعيب كويس. قال لي لا احمد لا مش عاجبني. قلت له كابتن عشان خاطري. قال لي لا طبعا كان لسه برده اول ما اشتغل مع كابتن طارق برده مش مقتنع بكلامي قوي. انا من النادي الاهلي ومعاه كابتن طارق مصطفى كان جاي وانا كنت موجود في الانتاج الحربي فبرده لسه ما فيش ثقه بينا قوي ان هو فمشاه فعلا. فقال لي طب بص قول له يجي لنا يوم كان عندنا مسافرين اسماعيليه معسكر. قال لي يجي لنا يوم الثلاث هنلاعب فرقه المريخ السوداني ماتش ودي. قال لي خليه يجي يلعب معايا الماتش ودي ده. انا عايز اقول لك عشان الموضوع ده نقله في حياه مؤمن. مؤمن كانت ساعتها ممكن يبطل كوره خالص طبعا خالص صح مفترق طرق. قلت له مؤمن تعالى. مؤمن قال لي لا بعد الحركه دي مش هلعب تاني. يا نهار ابيض. قلت له مؤمن عشان خاطري انا بقول لك تعالى وان شاء الله هتبقى معانا. ف كان يوم الجمعه وكان الوكيل بتاعه سيد مرعي. قلت له يا سيد حاول بس تقنعه. المهم كلمني يوم الاثنين قال لي مش عايز يجي. قلت له طب ادوني في التليفون. المهم كلمني شوف بقى العند كان هيأثر على مستقبله ازاي. وكابتن طارق يحيى ما عرفش القصه دي خالص. فالمهم قلت له تعالى بس بكره. فجينا الماتش سيبك بقى كله كوم والماتش بقى يومها كوم تاني بنلعب المريخ. اول ماتش ودي في فتره الاعداد المريخ السوداني وماتش صعب قوي. كابتن طارق قاعد جنبي ومؤمن قاعد بره. الماتش بدا وناقص 10 دقايق. بقول له كابتن طارق نزل الولد مؤمن. كابتن طارق لما يقعد يفكر يقعد يلعب في شعره كده فيفكر يلا بص له كده يلا ده صغير قوي جسمه صغير مؤمن مش هينفع. قلت له كابتن طب عشان طب نزله خلاص بقى. انا قلت خلاص هيمشي خلاص نزله بس مجامله عشان الراجل جاي اسماعيليه فينزل بس كده والله العظيم زي ما بقول لك كده. ففعلا قال لي خلاص قول له ينزل. هو بيلعب اصلا نص الملعب. قال لي خليه ينزل يلعب فيرود عارف اللي بيقضي وقت. طبعا عشان بس ايه عشان هو عمل اللي عليه. فالمهم نزل مؤمن ما عملش خالص في الماتش. بس انا بقول له كابتن عشان خاطري انا بقول لك الولد ده كويس. هو ما بيردش عليا خالص. سبحان الله بعد المباراه خلصت لقيته راح لمؤمن. انا مؤمن روح خد هدومك خلاص انت معانا. الله اقتنع ازاي طيب؟ كل شيء طبعا بعديها لعبنا الدوري. راح لمؤمن قال له مؤمن عمل ماتشات ولا اروع يعني. قال له يا مؤمن انا لو كنت مشيتك كنت ندمت عليك طول عمري. طب حلو حلو ده حلو ده. وبعد كده بقى مؤمن خد سكه بقى ما شاء الله. انا اول مره اسمع القصه دي على فكره. القصه دي كابتن يحيى بيقولها في كل وقت يحكي على مؤمن. وحضراتكم بتتابعوا معانا الصور وكنا بنستعرض معاكم صور الكباتن كبار صديق جمال وكابتن احمد عبد الفتاح. انتوا شايفين معانا الصور لكن مش شايفينهم هم شخصيا كانوا عاملين ازاي. واللمعه اللي في العين كل واحد فيهم هو بيتفرج وبيعلق على الصور بتاعته والابتسامه كده اللي فيها شيء من الحنين للماضي الحلو بتاع زمان. نورتونا وشرفتونا وكل سنه وانتم طيبين وباحسن صحه وحال يا رب. شاكرين جدا. وكان نفسي بقى طبعا كنافه وقطايف بس ما شفناش. والله نفسي كان اكتر منه. والله كان لازم يبقى في وجه الجمهور حقيقي. شاكرين جدا. كل سنه وحضراتكم بخير يا رب ودايما منورينا. كل سنه وانتم طيبين. امين يا رب. نشكر حضراتكم على متابعتنا اكيد النهارده انا وكريم في الاهلي في رمضان. نشوفكم ان شاء الله الاسبوع القادم واكيد برضو يعني البرنامج مستمر مع زملائنا الاعزاء بالتناوب. مع السلامه. تصبحوا على خير.